Ciao a tutti, come state? ازيكم عاملين ايه؟ معاكم شيماء وهنتكلم النهارده عن اهم واشهر الجمل والعبارات الموجوده في اللغه الايطاليه. خليكم معايا. دلوقتي بشوف اشهر العبارات لما باجي اسال عن عنوان مكان ما. سؤال مشهور جدا وهو لما باجي أطلب مساعدة من حد وأسأله ممكن تساعدني؟ فأقول مي بواي يوتاري؟ ممكن تساعدني؟ لو بسأل بقى على مكان حاجة هقول دوفي سي تروفا ونقول المكان دوفي سي تروفا لا بوستا، أين يقع مكتب البريد؟ أو مثلا دوفي سي تروفا لا بيبليوتيكا، أين تقع المكتبة؟ أو دوفي سي تروفا لا بياتسا دي إسبانيا، أين يقع ميدان أسبانيا؟ وهكذا. لما باجي أجاوب بقى على شخص بيسألني على مكان معين، لو عايز أقوله امشي على طول go straight يعني أقوله vai diretto vai diretto. E poi ثم اعمل إيه بقى؟ gira a اتجه إلى destra يمينا أو sinistra يسارا. gira a destra يعني اتجه ناحية اليمين. vai diretto e poi gira a destra يعني امشي على طول وبعد كده اتجه يمينا. تمام؟ لو حد قال لي مكان حاجة أو ساعدني في أي حاجة لازم أقول له كلمة grazie grazie يعني شكرا. لما بجاوب عليها بقول prego يعني عفوا. تمام؟ وده كان آخر حاجة معانا النهاردة في العبارات والكلمات والجمل المشهورة جدا في اللغة اليومية في الإيطالي. لو حد فيكم ليه أي سؤال في اللي احنا قلناه يكتبه لي كومنتي. ci vediamo grazie.